تتغير الزراعة باستمرار وتصبح أكثر تعقيداً وتصبح هوامشها أضيق، وبالتالي كل قرار تتخذه يكون له تأثير أكبر. يعد الابتكار هو الوسيلة الرئيسية لخلق ميزة تنافسية تبقى لأجيال. ومن خلال تصميم حلول تتعلق بك وباحتياجات عملياتك، لطالما كانت لينزي في طليعة الابتكار. ببساطة دمج تكنولوجيا تحويلية متكاملة لتقدم لك البيانات التي تحتاج إليها والتحليلات لتبسيط عملياتك وزيادة إنتاجيتك مع توفير المياه والطاقة. نحن نبشر بجهاز ري محوري سيغير توقعاتك جذرياً عما يمكن أن يكون عليه جهاز الري المحوري، كما أننا نتعاون في الوقت نفسه مع شركاء التقنية الرواد في الصناعة لإنشاء ثورة بيانات لا مثيل لها. يجمع تقديم جهاز الري المحوري الخاص بنا بين الإمكانات الزراعية المتقدمة وأحدث تقنيات خصائص صحة الماكينة لتوفير بيانات صحة المحاصيل والبيانات التشغيلية في الوقت الفعلي بزاوية 360 درجة طوال موسم النمو. كما تحصل من خلال شراكتنا مع تورينس على تحليل الاتجاه التنبؤي الذي يراقب الآفات والأمراض ويرى تغير النمو أثناء حدوثه. كما يراقب جهاز الري المحوري الذكي توفر الرطوبة والعناصر الغذائية بداية من ظهور المحاصيل وطوال دورة النمو بأكملها، وكل ذلك على مستوى الورقة حتى لا يخفي ظل الورقة شيء. كما تحصل أيضاً على تشخيصات حالة المعدات في الوقت الفعلي لكي تتنبأ بالأوقات التي تكون فيها الصيانة ضرورية بدعم من خدمة مايكروسوفت أجور. وسوف يشارك جهاز الري المحوري الذكي تلك البيانات على الفور مع موزع لتوصيل قطع الغيار وإصلاحها. كما يوفر جهاز الري المحوري الذكي تحديثات للمعدات في أي مكان تكون فيه، بالإضافة إلى رؤى وتحليلات زراعية لإطلاعك في الوقت الفعلي على ما يحدث في حقلك. ويمكنه إدارة المدخلات تلقائياً وجدولة مواعيد الصيانة وإجراء التعديلات في الوقت المناسب، مما يمنحك القدرة على تقليل المخاطر ووقت التعطل وزيادة الكفاءة وتعزيز الاستدامة. تعمل لينزي من خلال الطفرات التي تحققها في تقنية جهاز الري المحوري الذكي على تحويل الري إلى قوة زراعية مستندة إلى البيانات، مما يعمل بالفعل على توسيع دائرة الابتكار.